قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية دي يا جماعة بتبين خطورة الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم ذنب على الإطلاق، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معناته إن ربنا ما يغفر الشرك للإنسان المات عليه أبدا، لكن أي ذنب وجريمة عملتها غير الشرك بالله الله عز وجل بيغفر لمن يشاء. يبقى معناته الشرك ده أكبر جريمة. طالما الشرك أكبر جريمة، نحن من هنا بنرد على جماعة الإخوان المسلمين المفسدين في الأرض. تمشي جامع مكيفات يا زول إزبلت واقفة زي الدواليب، واحدين أخوان مسلمين يتطوطح في الصلاة، تلقى يتطوطح كده، شفت كيف؟ في الآية ذات الإمام يقرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به، تلقى الأخ مسلم يتطوطح في الصلاة. لكن لو قمت أنت بعد الصلاة شرحت الآية دي، أول زول بيعترض الأخ المسلم اللي بيتطوطح، أول زول بيعترض بيقول لك شنو؟ يقول لك: يا مولانا علم الناس الوضو والفقه. الله يفك أضانك يا مجرم، علمهم الفقه، دي أول حاجة بيعترض عليها. أو يبقى زول حريف يقول لك: يا مولانا أنت ما شايف الزنا ده والبنات المتبرجات ديل؟ ما تتكلم فيهم، شابكنا شرك شرك، ده بليد ما فهم القرآن. ربنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. التبرج ممكن ربنا يغفره لمن يشاء من النساء، الزنا ممكن ربنا يغفر لمن يشاء، وده ما فيه تهوين من هذه الجرائم، الزنا والتبرج والخمر وغيرها، دي جرائم كبيرة من كبائر الذنوب ويستحق فاعل العذاب. لكن مقارنة بالشرك، الشرك ما بيغفر إذا مات الإنسان عليه، وهذه الجرائم ربنا قد يغفرها لمن يشاء. دار اوريك انه اكبر جريمه الشرك، ودار نوريك انه الاخ المسلم اللي بيقول لك كلم الناس في التبرج وفي غيره وما تتكلموا في الشرك، ده ما فيهم القران. صحيح بيقروا القران كل يوم الصبح في الحلقه، ولما يختموا بياكلوا زلابيه بشاي اللبن، اخو مسلم تلقاه مو الصبح موح 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 وما فاهم اي حاجه. قران القرده كله ما فهمه من الغلاف للغلاف. ربنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، المبرور تقيف دي، قال لك ده الذنب الوحيد ربنا ما بيغفره أبدا لمن مات عليه. يبقى لازم نحذرك منه، لأنه ده أكبر جريمة. يلين فيك صوفي تابع للخنجر ولا البرعي ولا غيره يقول لك: مولانا ما في شرك، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. أول حاجة الحديث ده ابن حجر قال، العلماء قالوا فيه قولين انتهى. القول الأول ده في فتح الباري، خلاصة كلام ابن حجر اثنين بس، كله أنا تابعت الحديث في كل صحيح البخاري بكل رواياته وبكل شروحات ابن حجر في جميع المواضع، اثنين بس قال. المعنى الأول قال مقصود به الصحابة بس. كيف العلماء ليه قالوا الحديث مقصود به الصحابة؟ لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، قالوا لأنه في أحاديث ثانية النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. ده في صحيح مسلم، وقالوا الرسول برضه صلى الله عليه وسلم.
أها العلماء يوفقوا بين الحديث ده وأمثاله من الأحاديث إنه في شرك في الأم في الأمة دي ذاتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبين إنه الرسول قال لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي كيف، قالوا طالما الرسول قال في شرك وهنا قال والصحابة قاعدين قال لهم لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، قالوا ده معناته مقصود به الصحابة، لأنه الأحاديث الثانية قالت في شرك في الأمة في آخر الزمان، والصحابة ما أدركوا آخر الزمان. إذن الحديث مقصود به أول الأمة ما آخر الأمة آخر الزمان، موضوع انتهى. القول الثاني ابن حجر قال يكون مقصود به كل الأمة ما بتشرك، وجابوا من وين ابن حجر؟ شوفوا ابن حجر ده فقيه وعالم كيف، من الحديث ذاته النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يلحق حي حي من أمتي، يعني ما أمتي كلها، حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام فئام من أمتي، يعني جزء من أمتي، بل تعبد الأوثان، ده الموضوع ما كلها يعني جزء. طيب الجزء ده هو بسيط ولا كثير ولا نص؟ الأغلبية جزء، لكن الأغلبية ما كلهم، لكن الأغلبية بيقعوا في الشرك. ربنا سبحانه وتعالى قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الله قال أكثرهم، الأكثرية عن الأغلبية، والواقع شاهد، الواقع شاهد الآن، ما من قرية إلا من رحم الله أو مدينة في البلد دي وغيرها من الدول إلا تلقى فيها قبب. القبب دي شنو؟ القبب دي الأوثان ذاتها. الرسول عليه الصلاة والسلام سمى القبر، القبر إذا عبد من دون الله سمى وثن، في موطأ الإمام مالك قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد إلى آخر الحديث، فدل الحديث على إنه القبر إذا عبد من دون الله يسمى شنو يا جماعة؟ وثن. يبقى القبب دي لأنها بتعبد من دون الله بيتبركوا بها بيطوفوا بها بينزلوا لها بيطبحوا لها بيستغيثوا بأصحابها، المرة ما بتلد تمشي للشيخ تقول الشيخ عنده مصنع بتاع أولاد، ده الشرك ذاته، والشيخ ميت، الشيخ القالوا بدي الجنة هو ذاته ميت، ما أدى لروحه الروح هو ميت، يديك جنة بروح كيف؟ ده كله باطل وشرك بالله وكفر بالله. كذلك الآية دي إن الله لا يغفر أن يشرك به بترد على كل الأحزاب اللي بيسموها إسلامية، وأنا بختلف معهم في الاسم ده، ما بيجوز يسموا الجماعات دي جماعات إسلامية، ما بيجوز شرعا، لأن الإسلام ما أقر تعدد الجماعات وافتراق الناس وكثرة الأحزاب، الإسلام حرم الكلام ده. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين، المشركين صفاتهم شنو؟ من الذين فرقوا دينهم، من صفات المشركين السيئة إنهم فرقوا دينهم التفرقة، لكن المؤمنين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما المشركين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ده حرام. المهم الآية دي بترد على الأحزاب والجماعات اللي بيسموها إسلامية، كيف؟ الجماعات دي كلها الإخوان المسلمين كلهم بأجنحتهم كلها، السرورية ناس عبد الحي يوسف كلهم، و أمسك بغادي الصوفية وأمسك غيرهم، موضوع حزب التحرير والبلاغاتية ناس العفش تلقاهم شالوا كافاتيرا بتاعت لبن وكيلة بتاع زلابيا مخاشين الجامع، أي جامع بيقولوا للناس أمرقوا، أنت عارف الناس ما عاقلين، قول لي كيف أي جامع بيقولوا للناس أمرقوا؟ طيب هل بيقعد في الجامع منه؟ أي جامع بيقول لك أمرقوا؟ قال واحد بلاغاتي هناك مشى بلدنا الشمالية ده كمان لا يقرا ده، بس قال لي أعمامك يا جماعه اللي بيخرج سنه منه ما بزور رفعت، 6 شهور ما جابت حاجه، 40 يوم ما في، 3 يوم
تبيت معانا الخميس في مسجد بلال ما في. قال لهم بنية ما في زر رفع يده. قال لهم اللي بيخرج معانا السنة الجاية منه في ثلاثة رفعوا يدهم طبعا دار يتخرجوا منه. وقالوا انه بينسى بعد السنة. شو الزول ده مجرم كيف بعد السنة جاء. قال لهم اللي بيخرج معانا كده منه ما في كده منه ما في. طلع كراس من جيبه قال لهم في ثلاثة هنا السنة اللي فاتت. قالوا بيطلعوا معانا. قرا لهم الأسماء. فجماعات جماعات منحرفة وضالة في هذا الباب وده أهم باب. ليه؟ ضلوا في مسألة الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك بالله. الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. أكبر جريمة الشرك. الجماعات اللي ذكرتها لك دي كلها ما بيتكلموا بالشرك بالله أبدا، بل منها من ينشر الشرك بالله ومنها من يؤيد الناشرين للشرك بالله كجماعة الأخوان المسلمين. التبليغين دي ذاتهم انت لما تناغيشهم خليك حريف، ما تقول له ما بتتكلم في التوحيد، هو بليد ما فاهم توحيد. يقول لك انا قبل ما قلت لهم الله خلق السماء وخلق التراب وخلق الوطن، ده ما توحيد يا مولانا. اي ده توحيد، لكن ده التوحيد اللي اقرب الكفار، ناس ابو جهل وابو لهب، ده توحيد الربوبيه. نحن قاصدين الالوهيه الذي فيه النزاع والمشاق وكل الغزوات قامت في توحيد الالوهيه كلها. احد والخندق كما يجيك واحد بليد انصار سنه يقول لك ده رشرح السيره، تلقى شعر الرحيق المختوم ويقرا منه ويبكي. ده طار ليه؟ في انه الله واحد. هذان خصمان اختصموا في ربهم. ده الموضوع يا ناس. فعشان كده عم يختلف مع الجماعات دي كلها في انه شنو؟ بنحذر من الشرك. فلما تناقش البلاغات قول له انتوا ما بتتكلموا في الشرك بالله كده بتغلبوا، تغلبوا مره واحده. ليه؟ لانهم ذاتهم بينزلوا في المساجد الاسست على الشرك بالله عز وجل، والفيها قباب وقبور واضرحه وناس مدفنين جوا، وهم ذاتهم بايدوا الكلام ده. فقول له ما قاعد تتكلم في الشرك بالله. حصل سمعت لك بلاغات بتتكلم في الحجبات؟ ولا حيحصل. حصل سمعت لك بلاغات بتتكلم في دعاء الاولياء والصالحين من دون الله وانه كفر بالله؟ ما حصل. اخو مسلم حصل؟ ما حصل. انصار سنه ذاتهم كان بدوا الشغله دي والان باعوها ببنابر، ما تم كراسي ذاته، بنابر باعوا بها الشغله، باعوا القضيه شت باعوها. فدي الدعوه السلفيه اللي بتمتاز بالموضوع ده، ان الله لا يغفر ان يشرك به. الايه دي نزلت على منه؟ على النبي عليه الصلاة والسلام، إمام الموحدين. ربنا ينزل عليه والآية دي وعلى الصحابة. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى من باب أولى نحن نتحذر من الشرك يوميا. الشرك ده في شرك أكبر، دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، دعاء الموتى والأولياء والصالحين وطلب الجنة والولد من شيخ الزرقاب والعلفون وسجم الرماد وغيره، ده شرك أكبر. في شرك أصغر زي الحليفة بغير الله، وحات أبوي وحات أمي وحات الكسرى وحات الملاح وحات أولاد إدير وحات النعمة وحات الريدة وحات المحبة وحات النبي وحات الرسول وحات سيدي حسن وتحسونه وحات وحات وحات. شرك أصغر. من الشرك الأصغر برضه التشاؤم. وشك ده يقطع الخميرة من البيت. القمرية لو ركت معناته ما بيجي خير. عين الشمال لو رفت معناته حشوف لهم بعله. يدي الشمال لو رفت معناته ما حمسك قروش. اليمين لو رفت حمسك قروش، رمادك ما بتمسكه. ده شرك بالله. من الشرك بالله انه لولا الله وفلان ما كان الجواز ده اشروا لي. شرك بالله. لولا الله والكلب ده هو في الحرام وقبضناه كان عدمنا الملينة. شرك بالله. الصح تقول شنو؟ لولا الله ثم فلان. اما في التوكل لا يجوز لولا توكلت على الله وفلان، ولا يجوز توكلت على الله ثم فلان في التوكل، ثم ذاته ما تجوز. في التوكل ثم ذاته ما يجوز، كما قال العلامة الفوزان وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.